السلام عليكم يا شباب في حلقة جديدة من قناة فؤاد بلاير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. السلام عليكم يا شباب، انا فؤاد علي من قناة فؤاد بلاير. ان شاء الله تكونوا في خير وامان وسلامة. النهاردة هننزل لعبة الرعب عشان انتوا اخترتوا كده في الفيديو اللي فات تو سكيري جيمز. هننزل كيس انيماتونكس عشان انا طولت عنها بصراحة، وهننزل لعبة True Fear Forsaken الجزء الثاني مع تكملة الجزء الاول. تقريبا الجزء الاول اتمسح. اوكي، استعدوا للخضات. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. طبعا حساباتي تظهر هنا. في حاجة تانية بقى جديدة ترقوا ليها، تظهر لكم الانفورميشن دي او كده. بيسألك انا هكون يعني انت اختار هسألك، يعني انا بسألك انت تختار ايه في الفيديو اللي فات وانت اختار. انت وصلوا الفيديو ده 8 لايكات 8 لايكس عشان بس. طبعا شكر جدا على الدعم. خلونا نبدأ من غير كلام كتير. طبعا دخلتها وعلقت وبتاع. انا شايف فاهم. بصوا يا جماعة بقى، انها خبرة مني بس. تليفون هناك. اوكي، واستعدوا للخضة. اوكي، انا خلاص. انا ساكت عشان انا مخضوب. find the key. هو يا ولد مش ورايا. جاي. ايوه دي مش ورايا. ابو ما بيت هنجي. اطلع. انا خايف منه. في جري. وفين؟ فين الطفايلي ده؟ انه قاتل. بشوف والله يا جماعة، بس اشوف بس وادن. هاي
اوكي امشي. هو فين يا جماعة؟ اختفى؟ أنا هنا. أوكي هو في الطرق. مش في الطرق. يسمع. وفي الطرق صح؟ الطرق. الطرق اهو. دخل أوضة. فرصته هي. فين المفتاح يا جماعة؟ اوه اوكي. هو فين؟ ده مش عاوز مستخبي بس انا لحظة لحظة ثانية واحدة. طيب طيب اطلع. الواد جاي الواد جاي الواد جاي والله العظيم كان اهو. ايه ده اختفى؟ ده بيهزر ولا ايه؟ والله العظيم كان في الطرقة. اوكي هلو. اللي جابك هنا؟ ايه؟ بس استجمع قوايا والله يا جماعة مش هط... خلاص خلاص يا جماعة متطلعوش الفيديو. أنا آسف آسف جدا. هطلع هطلع يا جماعة وهواجهه أيا كنت. أنا همشي أعزوز. جاي يا جماعة دور دور دور. أوه.
بطارية. اوعى تقلق تعمل اصوات. شيت طفيها. هو بيسمع دي اخر مرة. اوكي عايز يسمع. سامع انت تيرين غبي يا جماعة؟ انا بناديك. وفي القسم الثاني وات فصل. اوكي انا بدون كاميرات. خلاص يا جماعة انا والله بحاول اكسب. لو خسرنا يعني هنلعب True Fear for Seeking. لحظة بيسمعش. فين الكي كارد؟ هو جاي؟ اوكي هو لا مش جاي. انا سامعه. عايز بس عليك الصوت شوية. بس انا مش سامعه. ف مش فاهم ايه صوت ده. بس انا اكيد يا اخي ما تقدرش تشحنه. انا بستفيد منه. هستفيد منه قصدي. مفيش كراوتش. نو مفيش كراوتش. ف خلونا نبدأ. ولد خافش. اوكي أخاف على آخرة الزمن من الروبوتات. هو عامل ايه؟ طلع ما بيسمعش. ما جاش ورايا. بس انت تجري. اوكي find the key in the locker.
شفتوه؟ كان قدامي، ما سمعتوش. طب بصوا يا جماعة، بصوا عشان ما نتعبش، هنلعب زي ما قلنا تروفي فور سيكن. خلونا نكمل فور سيكن، فرصة. خلونا نلعبها، هي مش لعبة يعني، لعبة ألغاز. خلونا نلعب بدل ما نلعب التانية ونقعد نستخبى وبتاع. انا عامل انترنت ستارت، انا كنت بسيف. Previously on True Fear, Forsaken Souls. كنت مسيف. I've always had a recurring nightmare. A hospital from a horror movie, a terrible fire, and someone, something, staring right at me. That night I was awoken by a visitor, a letter from my long lost sister. ما اتفرجش على الحلقة دي، الفيلم اتفرج عليها. Been dead for years. Yet someone sent the letter, lit the candles, and watched from the shadows. Who and why? And it was just the beginning. Heather left a clue only I would understand, a warning I mistook for an invitation. It took me to our old house, where I found a message from our mother. Two tapes, labeled one and three. She said that we had another sister. So we had. انا ما عملتش كل ده يا جماعه. اللعبه بتهزر معايا. تتخطفين. فالساعة 120 على طول، يلا طيران. واو، جامب سكير متوقعة بصراحة، يعني أنا مش متوقع. خد بالك اتخضيت شويه يعني. وات العربية اتدمرت؟ دور على اوكي باك، اطلع قدام. طب ماشي يلا. طب نطلع ولا نرجع باك يعني؟ ما ماشي ذا دارك فولت، ماشي. عايزين نخوض. وات؟ ما شفتهاش دي. هوك اهو، ده تحت في حاجة بقى اهي غير العربية يا جماعة. يا لهوي، يا جماعة انا شفت الشنطة. هوك اهو، مش فاهم انا. افتح الشنطة، كتاب، الدمية، سكينة. كأننا خلاص هنحارب تاني. ايه ده؟ من هنا؟ انا اسف. طيب السكينة. انت بس بتشيل التلج بس.
اوكي ورقة ظهر فوز رصيدا. اوكي بس اوكي في هنا منحدر. ايه الطريقة دي؟ ده في طريقة رؤية مش طبيعية شوية. بتعملي ايه؟ مش فاهم. بس ارجعي. الرسالة دي صدق ما شفتهاش. الله اصل ما شفتها. واو جايز، This place looks even creepier than I expected. Great choice. I'm at the bridge now. I've scratched the entry code on the warning sign for you. Dan, make sure the videographer gets the exact angles we talked about. If it's Jeff, make sure we don't get any of his artistic crap. اوكي هي الباسكود هنا بالسي. اعمل ايه يا جماعة؟ انا محتاج اشيل ده عشان اشوف. طب انا احط اللمبة فين؟ لحظة لحظة لحظة. قال لي ما اقدرش انط يعني. مفيش اي حل. انا حرق. استنى ممكن يكون ورا الكاميرا. اهو ورا الكاميرا. في حاجة تانية ورا الكاميرا؟ لا ارجع. طب انا عندي ايه؟ مش فاهم. انا بجرب يعني بس. ارجع ورا. طبعا انا بص لحظه محدش يطلع يديكم الفيديو. انا بنجرب بنجرب. اوكي ده مع مفيش. استنوا باك. اوكي حط لمبه في ال حط الكوبايه. في غاز عمال ينزل. طيب انا حرفيا مش عارف انا المفروض اعمل ايه. ولاعة. طيب تحط اللمبة هنا فوق. مفيش حتة احط فيها اللمبة. والله بس كده. وات حبل. طب لحظة. خلاص ارجع ارجع. من جوه تحسه حديد. ده حديد ده ولا ايه؟ اوكي ورقة تانية. طب ما تفتحيها. ده انا ما استفدتش حاجة. اعمل ايه في العربية يا جماعة؟
My phone is there. Oh, target card. طال تاع. طيب انا بعد ما كسرت الازاز وعملت انا ما استفدتش حاجه صح، محتاج ارجع. طب ما ننط، مش فاهم اللعبه دي يا جماعه بصراحه، تعبان شويه. انا نزلت فيديو تاني. طيب اعمل ايه في العربيه؟ اوه One, two, three, four. الباسورد الصعب ده. اوكي ده دارك اصيلة معاه. نروح الطريق الابيض. طيب كاتسين. اسرح بقى شوية عشان اعرف اركز. شو حرفيا ما فيش حاجة اعملها غير حاجة اتعمل تاني. بس انا والله ماشي. Oh my god. لمبة هنا، لمبة هنا، اي لمبة تتحط. بايثون هنعمل بيه ايه؟ لحظة يا جماعة، في حتة تانية ما رحتهاش. او بيبر، انا هعمل ايه بالبيبر؟ مش بهزر يا جماعة. او حط لمبة. لحظة، ما هي انت معاك لمبة. ما هي لمبة هي يا جماعة، مش فاهم ماذا يريدون. ايه ده؟ اشيلها ازاي؟ في حاجات يا جماعة طلعت على الارض، مش عارف دي مش عايزة تشيل الجلوب. بعده اقعد اقول لها ال يس. ليتل جاز. اوكي الولاعة، اكسر الازاز، نكسر الازاز كلنا.
اوكي، بدأنا نحل، بدأنا نحل وكل حاجة. لحظة بس كده، بإيدك. أنا عارف الكوباية دي هحتاجها عشان بنزين. طب وأنا هجيب الهيج ده؟ أوه، ما أنا جايب هيج ليه؟ لا افهم. يا بنت ما انت تطير هناك بقى مرة تانية تحت بقى. زربيو زربيو عشان ترش في المية. اوكي، تهاندل. لحظة، اوه ماي جاد. لا وات، اعطيله كده، اعطيله كده كده، اقطعيه فوقيه ما تقعدش تهبط. هذا اي حاجة هنا تجيبها. اتفضل. اوكي، بس تفضلي. اوكي انا اسف يا جماعه. مان، كهربا منين يا جماعة؟
أوه. على خفي اوكي. عشان بس تكملوا يعني هنعمل جزء تاني برضو عندي، وفي انا حملت برضو جزء تاني اللي هو ترو فير، الجزء التاني هنزلكوا عنه. انا اسف لو الفيديو كان طويل شوية، انا كنت فؤاد علي من قناة فؤاد بلاير. ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك. انزل انا اشوف اذا انا هعرف انزل فيديو بكرة بقى عن بابجي او كول اوف ديوتي، بس انا بحب كول اوف ديوتي اكتر. بس يلا وصلوا في ده 8 لايكات والله، يعني انا فيديوهات ان شاء الله جاية كملوا في الدعم. مع السلامة يا جماعة. باي باي. باي باي.